هلا فين وين؟ ايه زبردست هلا بالله جوز هلا دوستو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ خیر سے پہنچ گئے تھے پاکستان میں ابھی اپنے گھر میں تھے ذرا ولوگ کا ذرا مسئلہ ہو گیا تھا اصل پہ نیٹ ورک کا مسئلہ تھا ہر چیز کا مسئلہ تھا کچھ پوچھا بس ابھی نکل رہے ہیں کچھ عربی کا بھی ویڈیو ولوگ بنائیں گے ساتھ میں اردو میں بھی بنائیں گے ساتھ میں اور ابھی نکل رہے ہیں ہم ناشتہ وغیرہ لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے پھر دوسرا کوئی پروگرام کریں گے انشاءاللہ اور عربی میں بھی بات کرتا رہوں گا اور اردو میں بھی بات کرتا رہوں گا اچھا يلا يا شباب كونوا ريكم الدير غازي خان هون باللفلفه الحين خليكم معايا لا تنسون لايك كومنت اشتراك بالاردو بالعربي كمان يلا A few moments later هلا بدنا جوز میرے جوز بھی لیتے ہیں ہاں یلا چلو یہ جوز کا نام ہے کیا استاد اللہ بخش چلو بیو دحين يا شباب جايين هنا احنا زين غازي خان شوف زي ما قلت لكم حر 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 مره حر الحين شايفين هنا اهو الناس تيجي عند هذا تشرب يا سلام شيء لذيذ كيف قامه؟ تيجي؟ زبردست هو في محلين في محل هذا كمان برضو زي ما انتم شايفين هذا وفي هذا كمان الحين قاعد نشرب عصير خلينا نخلص وبعدين نطلع من هنا شايفين هذا هذا العصير كتني قاعد يجوز عصير هيك شوف الكوب هذا كبير هذا ب80 روبية يعني قول ريالين ونص الكوب هذا كله كامل برد ايام الحر زي كذا ينفع شيء بارد يقولوا لها املي املي كجوز دي كون سا املي املي كجوز يا رب زي ما دحين الحمد لله شربنا گرم ہو گئی ہوئی بہت گرم ہو گئی ہے شباب شايفين صار حار كمان انا بقول لكم اسم المحل دقيقه خليكم معايا هاجي هاجي كده ودا فين انا يا ده شوفوا هذا اسم المحل اللي هنا هذا شايفين هذا كيف اسامة؟ جرمين مرة هذا حر عشان ميت يبغى خلاص يقول لك بموت شوف الكرسي مولع سڑکی ہوئے تلے کلو ایسے ہی ہے اور کیا ہوگا گرمی جو ہے چاہے بھی نسو کہا جاؤ دحين خارجين من هنا رايحين على المستشفى عشان بوري اسناني كان شيء ما ادري ايش صار قاعد يعورني ضرسي الحين بروح على المستشفى هنا ما ادري كيف المستشفيات اللي هنا ونشوف عاد وهذا قاعد يلف بنا هنا وهنا يمين يسار يمين يسار كدر جا رہے ہو بھائی ابھی تو دانت والے کو ڈھونڈ رہے ہیں دانت ادھر ہے ہاں یہی اندر ہو گئے رانی بازار میں ہوتے ہیں يلا هنا هذا راني بازار دحين لازم اقفل الجوال عشان هنا الجوال ممنوع شباب دحين جينا احنا هنا عشان نشتري فطور رحت المستشفى وجيت على الكرسي ودحين شوف هنا جينا عشان نشتري الفطاير هذا قاعد يسوي عيش من الحر فمبصر لما انتم وهذا العين وهذه الإدامات اللي هنا إدامات زي كذا
بس بنشتري احنا من هنا دهون وبعدين بنطلع عشان على الفطور ونروح البيت. حار مره مره حار. A few moments later. جينا هنا بناخذ نان احنا. زي ما انتم شايفين شوف. اهو هذا المحل. هو الدباب. كان ده نوكا. موباين مكة نورمال. ولو غير كذا. شوف هذا هو النان اللي هنا. هنا النان اللي يبيعون زي كذا. कितने का है उसमें 30 का एक है هذا النان اللي ياكلونه هنا باكستانيه شايفين الحين بنشتري من هنا وبناخذ نمشي شوف الناس كيف جالسه في الحر مشغله هذا الهواء المروحه شوف الناس مراوح كلهم شغالين الاجواء حار 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 شوف اخوك متعرق كمان ابي سيت فير جرام ها आपके पास तो सीट इधर है بول 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 يا رب يا ستور بس ساڑھے سو ہے ساڑھے سو اج يلا ده بنحرك احنا الحين احنا رايحين الحين فين نروح؟ فين نروح؟ غار فين؟ غار غار؟ هاي هاي عرفت ايه سمجة عادية يا تجي غار ها رايحين البيت هذا وقت فطورنا دحين فطورنا دحين بنروح نفطر احنا شوف السيارات شوف الزحمة كيف زي كذا خش خش وادخل شوف المدارس الكتب هنا ينباع زي كذا رايحين اهو شوف يا ساتر الحين احنا بنروح نوصل البيت نفطر ونشوف بعدين ايش نسوي يعني كما الطبيعي هي ناشتا كركي پھر دیکھتے ہیں کیا کیا سین بنتا ہے ساتھ میں ہاں يا جماعه اخيرا وصلنا البيت هو البيت شايفين بس وهذا هناك واقف واحنا هذا بيتنا ان شاء الله في المستقبل الكبير هذا نحن بنطلع احنا بنفطر بعدين نشوف ايش الوضع اوكي حبيبي اوكي حبيبي اوكي يلا 3 hours later ये इधर है ये बैठा हुआ ये बैठे में فاينلي الحمد لله وصلنا عند اصحابنا واخويانا كلهم هنا اهو هذا المحل اهو ابا هذا الغنم يربونا هنا السلام عليكم كيف حالك وعليكم السلام كيف حالك ठीक है هذا سكندر تبع صاحبنا زي ما فتره قبل انا جيت فبلوق له هذا المحل شوف هذا مره مشغل لي مكيف يا سلام يا سونا ठीक है ब्लॉग बने ना पैसे ना इतना क्या ओके मुझे टाइम लग रहा है कपड़े सही है भैया ठीक है बिल्कुल या मैं जरा कपड़े लेके ना انا جاي هنا عشان عند الخياط عشان ملابسي شوف هذا هو محل الخياط شايفين السلام عليكم انا بلوجينج كر رہا ہوں اور سنائیں कपड़े हो गए वो भी काज करवाने गए और अच्छा अच्छा थोड़ी देर थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ खरीदे चलो आप पूछे पूछे मैं आता हूँ फिर बस मुजैन और बब जफल खुला रहे दरवाजा ना खुला हुआ था ये खोल लेता हूँ मैं तार लेके अच्छा 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 मैं ना तार सजा कोई बात नहीं जी और सब ठीक है लोगों फर्स्ट क्लास किथा केरी नमाज मगरिब दी शादी असर दी दोस्तों अभी हम जाएंगे हम भी रुहन सल्ली हम जा
السلام علیکم. السلام علیکم. او صحیح کیا حال ہے؟ کیا حال ہے بابا؟ واہ واہ واہ. لے او بو. بس واہ واہ. او بو. جمیل کدا ہے؟ جمیل صحیح سویرے دا بھاج گئے. کتھا؟ کوئی پتہ نہیں کدا بھاج گئے. میں نماز پڑھ گیا نا وہ نماز پڑھ کے بولا اندر سے ویڈیو بڑے بلاگنگ کا زبیر سیال کلندری ڈیکسی کٹھے ہونا میں بلاگنگ کر رہا ہوں الحین احنا نروح نصلی ونرجع لكم. ہاں کیا ہے نکل رايح المسجد. اوه هلا حبيبي. نا یہ تو ہو ہے پتہ تو لگے. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے دعائیں تو پھر ٹھیک ٹھاک الحمدللہ سر کا ساتھ او خیر ہے ماشاءاللہ کیا ٹھیک ہے اے بدر آتی ہے یا پسینہ پسینہ گرمی ہے یار گرمی دے دے پھر تو گرمی ہے کیوں بھائی یا میں ہی جاں کلا میں کو چانس ملتا پہ چھٹی دا میں چلو پھر کے بال ہو گئے رہا مل گنو بال یاد ہی اندی بھی ہے نا بال دا بھی زیادہ دا بھی ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے نا سدھی گال ہے نا ویسا کیونکہ اچھا کتنا ہوں وین پہ ہو ہوں میں تے نماز پڑھ کے نا ولا پیچھے اچھا نماز پڑھو بھلا میں ہوندا ذرا ہی میں 2 منٹ بس ٹھیک لگا شپ کرے نے بس ٹھیک ہے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھو میں آیا. ہاں اب یہ مسجد پہ ہم جا رہے ہیں جی رہے مسجد نبی صلی خليكم معنا لين نصلي المسجد ونرجع لكم. باب الحمد لله جينا صلينا هنا صلينا خلاص صلينا صلاه العصر نحن بنخرج عند خوينا الثاني قبل ما هذا اوريكم المسجد هنا شوف المسجد كيف ترتيبه من الحمامات اللي هنا وهنا اللي ينظفونها زي كذا شوف بزران يلعبون وزي كذا شوي شوي تنظيف واهتمام كله وهذا المسجد هنا شوف من هنا خش كلها مراوح مراوح شغاله هنا مكيفات ما يشغلونها عشان الكهرباء شايفين بس كلهم على المراوح زي كده عشان الفواتير تيجي زيادة عليهم عشان كده يستخدمون هنا مراوح عشان الفاتورة ما تيجي عليها رسومات بالهبل هذا السبب زي كده اهو. السلام عليكم. كان ٹھیک ہے الحمد لله زي كده ودحين احنا نشوف هنا نظامهم زي كذا شايف على هذا الحدود ما تخش بالمداس من هنا حافي عشان تتوضى هنا لما تتوضى من هنا وخلاص زي هذا هذا النظام دحين احنا خارجين نشوف لنا اخوي هنا انا عشان كذا كذا اوريكم شويه من هنا لقطات كذا شوي شوي بعدين الليل ما نفكر احنا نسوي فلوق كذا على محل حاجه كذا حلوه بس هذا الحين انا جاي اسلم على خوياني كلهم اهو يا شباب الحين احنا جينا عند خوينا واحد اسمه هذا اهو بسم الله ايك يا وي سترينج مارين دي ار سترينج شايفين هذا هو هذا خوينا العزيز يبيع محل هذا هنا شوفوا هذا هو اللي يبيع بیا سنا ٹھیک ٹھاک ہی میں بس میں آخی میں تیرا ویڈیو بناؤں زبیر دیکھ سی میں سٹرنگ نہیں پھیلا یا ایک دانت مار ہوں تیرا اتنے رکھ تو برباد کی کیا نا بلاگنگ کرے تھا میں چل میں وہ کٹ ہی دیں سب ٹھیک ہے پیچھے میں آنا والا الحين احنا بنروح هناك بنجلس عند خوينا نشوفكم بعد شويه هذا هو المحله كله هلا فين وين انا باين هون بيجي ما كيف هلا اچھا چل الحين احنا بنجلس هنا ونستنى لين ما يجي هذا وبعدين نشوف ونرتب. A few moments later اخيرا وصلنا البيت يا شباب زي ما انتم شايفين البيت ورانا وخلاص اليوم بنقول من هنا خلاص نوقف الفيديو وان شاء الله نسوي فيديو جديد مره ثانيه في ايام بكره وبعد بكره خليكم معانا لا تنسونا الاشتراك ولايك كومنت دوستو ابھی ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر آپ کو اگلے ولاگ پہ لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور کرنا اوکے پھر.